السلام عليكم. الحياة رحلة وليست سباقا، ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. أقدارنا قد كتبت، وأعمارنا قد حددت، وأرزاقنا قد حسمت. إن صبرتم أجرتم وأمر الله نافذ، وإن ضجرتم أثمتم وأمر الله نافذ. فلنمضي بالرحلة ونستخلص منها إن السعادة في الرضا عن أقدارنا والتعايش معها، شاكرين راضين حامدين مبتسمين. يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه: من رضي بقضاء ربه أرضاه الله بجمال قدره. والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.